متابعينا بفقرتنا الحلوة، يمكن كتير كنا مبسوطين تحت الهواء، قصص كتير حلوة وأفكار كتير مخدومة، وخاصة لكل واحد محتار هلأ بده يجيب كادوات للكريسماس. مع الأعياد أكيد والمناسبات بهيدا الشهر كمان تحتار الصبايا والسيدات. تمام نور، أكيد. هلأ رح نروح لمحطتنا الأخيرة لليوم يلي هي رح تكون مع الأناقة، مع الذوق الرفيع وأفكار جديدة من الأكسسوارات ومن سوفينيرات الصغيرة يلي نحن بنقدر نستفيد منها حتى نقدمها كادو لرفقاتنا أو أهالينا بالعيد. بدي رحب بمصممة الأكسسوارات والهاند ميد ريتا زخم الأشقر. أهلا وسهلا فيكي ريتا، صباح الخير. صباح النور، يسعد صباحك. يسعد صباحك وينعاد عليكي بالخير والصحة. يمكن مثل ما قالت ليا، مجموعة من الأكسسوارات الجميلة مع لمسة كمان وإضافة خاصة. خلينا نحكي، اليوم عم نشوف كثير من الصبايا عم يتوجهوا نحو هيدا العمل، الأكسسوارات اللي بتنشغل بالإيد. قديش فعلا هون اللمسة الخاصة للصبية بتقدر تميزها عن باقي الصبايا؟ طبعا الأكسسوار شيء كثير ضروري للأنثى، بيعطي جمالية أكثر، بيطلع روح الأنوثة اللي فيها. من كتير زمان القبائل كانت تستخدم الأكسسوارات، فهي كتير شيء ضروري، كانوا يميزوا بعضهم كل قبيلة عن الأخرى باستخدام الأكسسوار. قلنا لليوم شيء كتير ضروري الأكسسوار لكل بنت، ما في بنت بتقدر تطلع بدون ما تعطي اللمسة الخاصة فيها من الأكسسوارات. تمام ريتا، خلينا هيك نبلش نحكي عن الطاولة مشان نلحق ونعطي كل حدا حقه. نبلش بالعيد وبهدايا العيد. هلأ شايفين شيء عندك، شيء ديزاين هو خاص بالأناني، خلينا نرفعه هيك. تماما، هاد فينا نعلقه، فينا نحط مثلا كادو ونقدمه لحدا. فينا نحط أناني العيد، فينا نحط شوكولا، اي شيء بيزبط بقلبه. تمام، كمان افكار ثانيه فينا نشوفها. خلينا نحكي، بما انه عم نحكي وصلت اللون، هدول قديش حلوين على هدول كثير، بيعطوا بهجه العيد هدول، الشوكه والسكين. اكيد بكل بيت في زينه فينا العيد. فينا ناخذهم وين؟ في زينة العيد، بس انا حبيت اني اعطي شيء جديد، شيء وين اخذهم؟ شيء مميز، فطلع معي هاي الفكرة مع لمسة خاصة وبمناسبة الأعياد كمان، هيك بفكرة كثير بسيطة بس حلوة. وهدول نور لكي تقول انه في كل حدا يشتغل منه. طبعا مساهمين. كيف هي بيشغلوها؟ لباد. اوكي، فيكي انت الديزاين اللي بيخطر ببالك. انا دارسه فنون، فاحيانا بقعد برسم اللي بيطلع ببالي برسمه وبنفذه، وبقوم بقصه وبعمل. معنا مجموعة من الاكسسوارات ريتا، وكلها مثل ما قلتي شغل ايد. عم نشوف هلا كمان مجموعة من السناسل. تمام، خلينا نحكي عنهم. اليوم دارج الذهبي بيعتقد اكثر من الفضي. هيدا موسمه اكثر. هلا ما يعني الذهبي دائما بيكون عاطي تقل اكثر، بس بنفس الوقت في للفضي له شيء والذهبي له شيء، ما فيك تستغني عن الفضي. لازم يكون عندك قطعة فضي اجباري. وهي الفكرة اللي كتير دارجة كمان، هلا عم نشوفها كتير على الانستغرام، ويمكن هي سلسال فيكي لورا بس، وفيكي لقدام. هي لقدام. هي لقدام. لا، السنسال لقدام، حطي نظارات طبيعي. تمام. اوكي هيك. تمام. اوكي. هي مثل ستايل السنسال العقد. ما الا انه بتتعلق بالرقبة عشان ما يضيعوا. كنتي لابسة شي سادة كورولي، فيكي تلبسيها وتمشي. يعني بنشوف هون فكرة جديدة مختلفة. تمام، تستغني عن الاكسسوارات بالرقبة. طب مثل هدول، هذا لونه ذهبي ما بيروح؟ لا هلا كثير. يعني شوف اول ما بلشت بالهاند ميد كنت كثير لاقي صعوبة باللون الثابت، كنت كثير خاف، كان كثير لازم يكون في عندك مصداقية بس بدك تبيعي وبدك تكوني قد الثقة، فكنت كثير بستصعب هذا الشيء. حاليا الحمد لله قدرت أمن اللون الثابت وكله تمام. نعم، خلينا نحكي عن هدول القطع وقديش فعلا يعني. هلا هي انا ما بعرف شو هي. انا فكرنا خواتم، طلعت لا.
هي للبنوتات الصغار وفينا نحن كمان بس نعمل جدوله بتنفتح تماما ستايل جديد وبتحطيها بقلب الشعر بس هي مو كذا يعني مو وحده هي كذا وحده بدك تحطي اكثر من ديزاين يعني اكثر من ستايل عم نشوف قديش بتاخذ منك القطع شغل هلا هي قطع صغيره بس عم نحكي مثلا سنسال او اكسسوار هلا حسب السنسال في سنسال بياخذ معي شغله دقيقتين في سنسال بياخذ معي يعني وقت طويل حسب كيف الموديل اللي عم بعمله هلا مثل عندك هون هيدا الطوق انا فيك تقربي جدا تمام هلا هذا اخذ معي وقت لانه هاد كل خرزه بخرزته بتفوت بالشنقل تمام برجع بقص وبرجع بعملها هيك لركبها هذا صاير موديل بيجي على قد الرقبه الحجر الفيروز وهي اطول بشوي تماما بساده وهيدا السنسال بس اليوم يمكن الصبايا والسيدات عم يحاولوا يتفردوا بالقطعه قديش كمان بيعذبك سوق الصبايا طبعا. يعني ما عم تلاقي صبيه بتقبل تلبس قطعه حدا بدها شيء خاص فيها وخصوصا لهيك بيتوجهوا للصبايا اللي بيعملوا اكسسوارات بشغل الايد يعني لهيك بتلاقي كل وحده بدها الستايل اللي بيشبهها تمام هلا انا حاليا ما بشتغل ستايل واحد بدي اعمل كذا ستايل تماما لارضي كل الاذواق إذا بدي أعمل بس ستايلي ما بتزبط لا بس في كثير من الناس مثلا بتقول لك بدي قطعة بس أنا خاصة فيني تعمل أي شيء بدهم إياه أنا بقدر أعمله طيب ليكو هاي الفكرة خليني أفرجيها للناس هاي الفكرة قديه مهضومة قديه حلوة شجرة الكريسماس تنحط أوكي مبينة؟ إيه قديه حلوة مهضومة فينا نطلع فيهم هيك على الهواء عجد يعني انه كثير مهضومين وللكبار وللصغار دارجين ما انا كثير عم شوفهم موضه كمان كمان في منهم احمر وهيك. وفي كورون كمان بيبيون مع شاط بابا نويل على الرقبه لا لا بيبيون اوكي كورون للراس تمام معلش تحطي ما راح نحطها مشان ما هي بس هي بهي الطريقه اها هي كمان بيمشي الحال للكبار وللصغار خلينا نحكي كمان عن بعض القطع اللي عم تشتغليهم هلا كمان عندك الفيروز يعني كمان كثير بتلاقي هذا الحجر كثير محبب عند الكل عند الكل وانا خاصه إيه؟ كل الصبايا بحبوه ويمكن موطه ما بتنتهي يعني لا. لازم يكون عندك بالبيت قطعه فيها فيروز عقد اسواره هلا هي دخل خال خلخال مش اسواره لا هذا خلخال ريتا عم نشوف يعني هلا صار الواحد ما عاد في داعي يفتح محل كل حدا صار عنده صفحه على الفيسبوك او على الواتساب او على انستغرام او اي شيء بيوصوكي الناس عليهم اليوم طريقه هالتسويق قديش حلوه وقديش مهمه وقديش يمكن بتحمسك انك انت تشتغلي وتقدمي افكار اكثر صح شغلة السوشيال ميديا كتير وفرت علينا ضغط يعني أنا جهد ومصروف تماما في المحل المحل كتير صعب إني أفتح بهذا الوقت فأنا ممكن بأي ثانية يطلع براسي الشيء قوم أنا نبذه ودغري نزله على الصفحة ودغري ممكن لاقي تفاعل من العالم كتير هذا الشيء بيخليني أنبسط لما أشوف الكتابة والحكي من العالم وكثير يمكن من الصبايا عم توفر عليهم السوشيال ميديا طبعا. الوقت يعني أنا صرت عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي فيني أحجز القطعة وتوصل عندي على البيت يعني هي توفير طاقة وجهد على كلا الطرفين طبعا. شو المشاركات خلينا نحكي اللي شاركتيها مؤخرا طبعا. شو تحضيراتك القادمة هلأ حاليا كنت ببازار كنيسة السيدة واشتركت بكنيسة مار يوسف ما قدرت شارك بكل البازارات بسبب الوقت لقدام طبعا بدي ضل عم بعمل بازارات بس حابه انه هيك يكون عندي جاليري هاند ميد اقدر مو بس اكسسوار لا. حتى كل شيء ديكورات وهيك ريتا كنت عم تحكينا تحت الهواء انه ألف مبروك أنت عروسة جديدة حتى بعرسك التوديعة وحتى ضيافة طاولة البيت تماما. وكل شيء كل هاند ميد وشغلك أنت اليوم قديش يعني بتحققي هاي الرضا لحالك والأفكار قديش حلوة أنك أنت تصمميها بإيدك كثير بكون مبسوطة لما أشوف شيء كثير عم بيطلع معي حلو بنفس الوقت تماما بنفس الوقت عم بلاقي الكل مبسوط انه شيء كثير حلو
فبكون كتير مرتاحة لأني أنا رضيانة حالي. ريتا زخم الأشقر، بتمنى لك التوفيق بجميع خطواتك القادمة، شغلك كتير حلو وفي لمسة مميزة خاصة فعلا الأنسة مثل ما قلتي بتعطيها بشغلها، إن شاء الله مع الأيام المقبلة نشوف براند خاص فيكي. شكرا كتير لك. ميرسي لكم كلكم، زوج كلهم يعملوا عليك وكل الكل يعملوا لها لايك وفولو لريتا على صفحتها احنا فورا هلا على الفيسبوك اكيد. ويعني شغل كثير حلو ونحن انبسطنا اليوم بموهبتك ريتا، وان شاء الله بنشوفك ضمن جاليري كثير كبيره على مستوى عالمي. شكرا كثير لك وينعاد عليكي. وعليكم